خلينا نسأل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ايه رأيه في اللي حصل النهارده. سيادة المستشار ازاي حضرتك؟ نعم، الحكم هابط. نعم؟ الحكم هابط. الحكم هابط؟ انا بقول لك هو مختصر. لما انا طلعت قلت الحكم هابط ماتش النجم الساحلي. طرد علي جابر، هو نفس الراجل، اول 4 دقايق كله هاجمني. انت كل واحد هتقول عليه هابط. اول 4 دقايق في ماتش الزمالك والنجم الساحلي السنه اللي فاتت. طرد علي جابر ولعبت شوطين ناقص. لما اقول حاجه بقى يسمعوها بس. طبعا بقى الاول ببارك طبعا فريق الوداد، وبارك لصديقي العزيز سعيد الناصري، بارك له جدا جدا. والفريقين على فكره عملوا ماتش محترم النهارده. لكن هذا الحكم ظالم. طب وبعدين يا سياده المستشار، احنا هنفضل في افريقيا كده يعني؟ الحكام بيبقى ليهم دور واضح جدا في مثل هذه المباريات او في نهايه مثل هذه المباريات. ممكن ان احنا نعمل ايه طيب يا فندم؟ نموت الحكام الافارقه. نعمل ايه؟ نموت الحكام الافارقه. بص يا بيه، لو بص مشي الراجل اللي اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ عيسى حياته. عيسى حياته زفت الطين. يا احمد 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 زفت الطين. يا بيه في لوبي بيبقى مسيطر. احنا بس عايزين نقول الوداد لعب ماتش محترم والاهلي طلع من مصر. لازم نعترف ان النادي الاهلي، سيبك بقى من الراجل ابو الكلام ده، النادي الاهلي طلع من البطوله او الكاس ما خدهاش من ماتش مصر. من ماتش مصر. طبعا طبعا. انه المفروض في ارضك عشان تامن نفسك تقلب الدنيا على الاقل. على الاقل فانت بتبقى رايح الفريق المنافس يبقى هو اللي عايز يكسبك. عليه ضغط نفسي. عليه ضغط نفسي. رقم واحد. رقم اثنين، احترام الجمهور المغربي، جمهور عظيم. بس انا في فتره من الفترات حوالي ربع ساعه ما كنتش شايف الماتش. ما شفناش والله، ما كنت بعرف اتفرج فعلا، اللي هي العشر دقايق بتاعت الشماريخ دي. ده تقريبا هناك كله يعني تقريبا ده كله اطراف. فطبعا يعني حاجه كانت طبيعيه انك انت الملعب كان بالظبط فيه ضبابه وفي شموره. لكن في النهايه النادي الاهلي لعبه برجوله، ما تغلبش 2 أو 3 ولا 4، تغلب 1 بصعوبه. لكن انا بقول النادي الاهلي طلع من البطوله او خسر البطوله في ماتش برج العرب لما تعادل هنا 1-1. تمام. لازم زي ما انت بتقول لازم يبقى في وقفه مع الحكام الافارقه. يعني فاكر انا كان في ماتش وانا حتى قلت لهنا بريده كان عيش حياته، قلت له الحكم ده واخد 10,000 دولار فتشوا هتلاقيه عنده هتلاقيهم عنده في الـ في الـ في الفندق، فاكر يعني؟ طبعا. تقول لك برضه التريقه ومش عارف ايه واي كلام. لكن حكام الافارقه للاسف الشديد في عدد منهم بيقبض. في عدد ومعروفين بالاسم. وبعدين انت النهارده جايب الحكم بيحكم ماتش الوداد، وده فريق كبير وفريق عظيم على فكره، وانا سعيد ان الوداد اسمه على اسم فيلم الوداد بتاع ام كلثوم. مصر برضه. تمام. وهيخليه يحكم الماتش اللي جاي بتاع المغرب في كاس العالم. اما انا لسه كنت هقول لحضرتك، اصل الحكم بكاري جاسبه ده واحد من افضل الحكام، ما كانش الافضل في القاره الافريقيه. طب يعني هنعمل ايه تاني؟ ما ممكن الاتحاد الافريقي يقول لك كده، يقول لك طب يعني احنا جايبين واحد افضل حكم في القاره الافريقيه يحكم نهائي البطوله، وبعد كده هيطلع يحكم مباراه المغرب وكوت ديفوار، يعني المغرب لازم على الاقل يتعادل. هو افضل هو افضل حكم يا كابتن اسلام في فتح الدرج. انت عارف اللي بيفتح الدرج؟ انا كنت حط له في حاجه. يا بيه بقول لك تاني، علي جبر اول 4 دقايق مع النجم هنا هنا راح طارد علي جبر. انت لقيت مباراه الثالثه لو تفتكر. ايوه انا فاكر طبعا المباراه دي. انا بس بقول للاخ انا بريده من فضلك. الناس انتخبتك والناس واقفين وراك، واقف الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي عشان يبقى ليك موقف مع الفرق المصريه. لا يعني شوف في الجزائر كان السيد راوراوه لما كان موجود في الاتحاد الافريقي. أيوه. كان بصراحه واقف ورا الفرق الجزائريه ورا منتخب الجزائر. نعم. وبعدين انا مندهش، هو ليه ما راحش؟ يعني هو ليه ما راحش الماتش ده؟ المهندس هاني يعني؟ ما خدش هناك. انا شفت ما خدش هناك. بالمناسبه سياده المستشار، ايه راي حضرتك في يعني مشاهده 2 من المرشحين المتنافسين في ملعب المباراه؟ طبعا المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، والنجم الكبير الكابتن محمود الخطيب كمرشح لمجلس اداره النادي الاهلي. شوف عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. اولا طبعا هذه المباراه لا علاقه لها بالانتخابات. تمام. لانه انا مصيري كمجلس اداره رئيس نادي او مجلس اداره مش متعلق برجل لاعب. نعم. او صدت لاعب. ما
النهارده الاهلي ليه اربع فرص مؤكده، اربع فرص مؤكده تمام. تفتكر كان في حاجه كده ولا كده في المباراه؟ انا افتكر انا غيرها انا بتاعه انا لكن انا انت تفتكر انا افتكر انت تفتكر انا ما اعرفش انا بسال بس انا هنا بسال هو عايز اقول لك رئيس النادي صاحبي جدا وكل رسائل النادي الانديه هناك في المغرب زي تونس وزي ليبيا وزي كذا صعب جدا على فكره. ايوه ف وقت انا الحمد لله على خط الطرف كره دي رسائل دي على العالم عزول رسائل الامارات والسعوديه والكويت والبحرين وعمان 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 الحمد لله. فانا ما اقدرش افتكر هو محمود طه بيطلع يقول استكرار لكن عايز اقوله ان هذه المباراه لا علاقه لها براي جماعي. حماده امام كان حماده امام خلاص نعم وكسبه المستشار جلال ابراهيم. جمال درويش كان واخد ثلاث بطولات دوري وانا كسبته. دي مالهاش علاقه خالص. جمعيه عموميه بيبقى ليها بناء خاص وليها ترتيبات خاصه وافكار خاصه. ده رقم واحد. نعم. اثنين محمود طاهر عمل شغل محترم سواء على المستوى الرياضي او الانشائي. لكن يظل محمود الخطيب احرف واقدم من انجبته ملعب المصري. طبعا. يعني انا كنت في برنامج يا كابتن اسلام مع اخت ريهام لا رغده. ده اللي قبله و... تمام. وجابت لي صور كتير زمالك واهلي وكل الانديه. نعم. مريت على موقفي افضل من انجبته الملاعب المصريه هو محمود الخطيب. محمود الخطيب قيمه مش كرويه بس على فكره الناس بتخلف. محمود الخطيب ده مش كان نائب رئيس اعلانات بتاع الاهرام؟ طبعا. دي مش دي اداره ودخلت ملايين. الخطيب ده مش كان مدير الكوره او 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 لو رئيس المكتب عفر. التنفيذي لمده 10 سنوات في النادي مع فاروق عفر في المنتخب المصري الاول. نعم. هو محمود الخطيب ده مش كان رئيس المكتب التنفيذي للنادي الاهلي سنوات؟ نعم. فاللي بيقول لك عشان الخطيب مالوش في الاداره يعني مش فاهم يعني ولا هو الخطيب مالوش في الاداره يبقى علي حلول اللي ليه في الاداره؟ حاجه مش طبيعيه يعني. فالخطيب قيمه كبيره عشان تقول المعركه صعبه جدا جدا طبعا. جدا طبعا جدا لان الاثنين ومحمود طاهر ما تنساش كان عضو مجلس اداره قبل كده وعضو مجلس اداره اتحاد كوره طبعا تمام. هو راجل مؤدب ومحترم وعمل شغل في النادي. فالجمعيه العموميه هتلاقيها منقسمه. لكن اللي انا ملاحظه ان في بعض على فكره هتلاقيها في الزمالك انه بعض التطاول يعني انا بقى لي اسبوع بالظبط كده عمال دي اسمع تطاول وشتيمه. ففي ناس كبار في البلد يقولوا لي ما تردش. ليه بقى؟ لان اللي بيكسب ما بيكسبش بقله الادب. اللي بيكسب بيكسب الشغل اللي عمله وهيعمل ايه؟ نعم. يعني وهيعمل ايه؟ فانا شايف البعض يعني بيغلطوا في كابتن محمود الخطيب وانا يمكن انا يعني عارف انه استاذ محمود طاهر رافض الكلام ده. نعم. ودول مش بيخدموا محمود طاهر على فكره. لان محمود الخطيب انا راجل رئيس نادي الزمالك وبعشق الزمالك والزمالك حاجه عندي يعني حاجه خطيره جدا. بقول احرف لاعب واقدم لاعب انجبته الكره المصريه في تاريخها هو محمود الخطيب. ده اللي انا شفته. يمكن في قبليه مثلا عبد الكريم سهر التتش واخد بالك عصام كابتن عصام عصام بهيج نعم الكابتن نبيل نصير لكن انا ما وعيتش على الناس دي. نعم. كابتن حارث الوسطاني كابتن محمد الجندي واخد بالك. اللي انا وعيت عليه هو محمود الخطيب ولا وجه المقارنه بين محمود الخطيب مثلا هو ابو سكه لا وجه المقارنه. محمود الخطيب عمره ما غلط في حد. محمود الخطيب محب لوطنه محب نعم. بلده. عمرنا ما سمعنا ان محمود الخطيب كان بينتمي لتيار معين على فكره. شخصيه اللاعب وانتمائه واحد. خلي بالك نعم. واحد ما بيتغيروش. انا ممكن اكون احسن رئيس نادي في الدنيا دي كلها لكن انتمائك ضد جيش بلدي ولا لي قيمه ولا اسوي نكته. واخد بالك. فانا بقول ان المعركه صعبه جدا جدا جدا. وانا سعيد ارد على سؤالك انه لما يسافر محمود الخطيب ويسافر محمود طاهر والاثنين يتحملوا مسؤوليه النتيجه على فكره. يعني الاثنين يعني محمود الخطيب رايح و50 50 نعم ومحمود طاهر رايح 50 و50 والاثنين سابوا الانتخابات وسابوا الحوائج. هم اجتمعوا على حب النادي الاهلي الحقيقه او على مسانده الفريق. نعم. اثنين واثقين من نفسهم. نعم. اقول لك ثاني الفاشل هو اللي يقعد يقول لك ايه؟ لا اصل انا مش لاقي مكتب وانا داخل اقدم ده فاشل. لا دخلوني الباب ده، لا مش هحلل تاني، ده واحد فاشل، اعتبره فاشل. اللي هو ناجح مركز عارف هو عمل ايه؟ جمعيه عموميه انا عملت كذا والبرنامج بتاعي كذا وده وطموحي عايز تجيبني انا وقيمتي اهلا بيك، عايز تجيبني انا وتشكل في القايمه اقول لك متشكرين
انا بذلت جهد يعني راضي عن نفسي، بقول لك متشكرين جدا جدا، هات اللي انت عايزه بس ما تكررش تجربه 2005 لان اسوء شيء في الدنيا. اه بالظبط زي حصل في سموحه، يعني انت عارف سموحه استاذ فرج عامر تقريبا معظم القائمه مش قائمته، كل الناس ده يعني مش قائمته مظبوط، مش قائمته تمام. فدي انا بقول لك من دلوقتي هتعمل مشكله كبيره جدا جدا في نادي سموحه. نعم. ليه؟ لان انا يعني انا كبشر انا نفسيا لا، لان رئيس النادي له وضعه طبعا وكل حاجه، بس محتاج الاذرع اللي معاه او محتاج الناس كلها اللي معاه. انا بشر، انا في النهايه بشر. نعم. انا 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 نجحت كنائب رئيس نادي ورئيس النادي ما كانش عايزني، انا بشر. ده هيبقى دايما عندي ان الراجل ده ما كانش عايزني. نعم. شعوري من جوه. فانا بقول لكل الناس سواء في الزمالك او في الاهلي، من فضلك عايز تجيب محمود الخطيب هاته بقيمته. اه. عايز تجيب محمود طاهر هاته بقيمته، عايز تجيب مرتضى منصور هاته بقيمته. هتعمل التشكيله وعندها تجربه سيئه جدا من 2005 لما جيت رئيس نادي وعملوا لي لخبطه، المجلس قعد اربع اشهر ما عملناش حاجه. لكن لما جيت انا وقائمتي حتى اللي كان في قائمتي نط من المركب، واخد بالك؟ كملنا برضو مع ناس في قائمتي. نعم. واخد بالك؟ وعملنا هذه الانجازات النهارده. يمكن كان الماتش بتاع امبارح ما كانش هيتذاع خلاص؟ اه. انا قلت زيان اول امبارح، لا انا عايز فلوسي، مش فلوسي كمنتجع، فلوسي في شركه راعيه. ولا مش هذيع الماتش. جالي 15 مليون. اه. وبكره جالي محمد كامل يكمل لي ال 15 مليون 40 مليون. أيوة. عشان يبقى عندي في الخزنه انا كمرتضى منصور ومجلس اداره المحترم 150 مليون جنيه واقفه. بعد ما اشتري احسن لعيبه في الطايره والسله واليد والقدم والتنس طاوله وكل الالعاب وعملنا هذه المنشات. انا بتكلم دلوقتي انا استاذ سام في النادي النهري، احنا بنخلص المخيم بتاع الدور الاخير خلاص. نعم. واخد بالك؟ خلال اسبوع الناس هتيجي تقعد فيه. تمام؟ انت بقى عايز نكمل ونجيب 6 ايام 6 اكتوبر واستاد ومستشفى مهاري ونكمل انا وقايمتي. حضرتك عايز تعمل لي لخبطه ولا لا؟ شكرا. انا يكفيني الفتره اللي فاتت، انا كنت رئيس لجنه من 2005، يعني دلوقتي حوالي كام سنه؟ حوالي 12 سنه. 12 سنه مظبوط. اه فبقول يا من فضلك يا عدو الجمعيه العموميه، لك كل احترام والتقدير، يا عدو الجمعيه العموميه احترام والتقدير، يا انا وقايمتي يا حضرتك يعني يكفيني، هات اي حد ثاني. لانه اللعيبه على منظره احنا عايزين نشتغل. بقول الكلام ده ليا، بقول الكلام ده للجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي وكل جمعيه عموميه. حضرتك عايز النادي بتاعك ينجح. أيوه. في جميع المجالات رياضيا وانشائيا، هات الراجل الريس مع الناس اللي هو شايف ان دول هيعاونوه مش هيعرقلوه. تمام. سياده المستشار اخيرا، اكيد سعيد طبعا باداء الفريق النادي الزمالك في المباريات الاخيره. اه ما انت كنت بتتريق برضه يا اسلام لما طلعت وقلت ايه في ساحر يا جماعه، ايه اللي في اللي قعدت تتريق شويه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، والناس شافت بعد ماتش سموحه احنا جبنا كل الناس بتقرا قران في مصر العالم العربي. عم اقرا لنا قران. قلنا ايه؟ طلعت وسخات وكازورات معموله للعيبه. يعني بقول اهو اللاعب مش شايف يا بيه في ماتش سموحه الشناوي طالع من جون واقف في نص الملعب. تمام؟ في بوتر سبورت الملعب قريب يعني من البعيد. قلت له ارجع يا ابني. ده جنب هو هيكلمك دلوقتي. ارجع يا ابني، يا ابني ارجع، يا ابني الولاد ببص لي وقلت لك اني موجود. تمام؟ اسمع اول كلمه شاطه راح داخله جول. اعتقد محمد حمدي اللي جاب الجول على ما اتذكر يعني. محمد حمدي. بص بالقران الكريم ثاني اقسم بالله العظيم كازورات معموله. الناس بيقول لك بنحب نادي الزمالك. وحتى يعني انا بقول لهم انت عندك معركه مع مرتضى ما تحكيش على نادي الزمالك. ولا على حسابات نادي الزمالك، خليك معايا انا. يعني خليني مني ليك. حضرتك عندك معركه بلاش تعمل حاجه للعيبه وسخات وكازورات. انت ما شفتش الزمالك فاق الماتشين اللي فات يا اسلام. تمام. فاق ولا فاق. تمام؟ ادي واحد. نمره اثنين على فكره هنكسب وهنتعادل وهنتغلب وهنكسب ونتعادل ونتغلب بس طبيعي يعني ظروف طبيعيه. انما تقعد تشوط الكور في ماتش طنطا ثلاثه فين؟ ثلاثه في العارضه. تمام؟ وبعدين الحكم يهيئ له يهيئ له ان في ضربتين جزاء لطنطا واخد بالك ويتعمي عشان انا قلت بسيوني ده اخبار بصراحه بس انا مش سامع. فانا بقول اهو ادي الزمالك الجديد يبعدوا عننا الاشرار. وانا الحمد لله كل الناس اللي بتيجي بتقرا قران. نعم. بتقرا قران. والله العظيم تاني على مسؤوليتي اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم كازورات معموله، كازورات معموله عشان الزمالك يتهد، عشان مرتضى ومجلسه يتهد. انت مش بتهد مجلس مرتضى، ما هو مرتضى ممكن يمشي. نعم. خلي بالك. طبعا. هو ممكن يمشي. لكن انت بتهد كيان كبير اسمه نادي الزمالك، او قاعد يهد كيان كبير اسمه النادي الاهلي. الحمد لله بنحمد ربنا الحمد لله. اشكرك يا كابتن الكلام، بقول للاهلي هارد لك. تمام. بقول الوداد مبروك، انت عندك مدرب محترم جدا جدا جدا.
عندك لعيبه مستواهم عالي، واتمنى نشوف المغرب ان شاء الله في كاس العالم زي مصر وزي السعوديه ان شاء الله. سياده المستشار اخيرا برضو عشان مهم جدا، هل انا قريت اخبار وانا جاي النهارده ان في حد كان المفروض يعمل حاجه للمخدرات، يعني هل في حد طلعت عينته ايجابيه ولا ايه اللي حصل؟ هو تقريبا لا مش حد.